السلام عليكم، اسعد الله مساكم كل خير. اليوم تغطيتنا بتكون توايلايت، احدث بار ولاونج موجوده بجده، تحديدا بحي النعيم طريق الامير سلطان. اليوم بيكون تغطيه خاصه لكم مع خصم 50% على المأكولات و20% على البار. ان شاء الله التغطيه تعجبكم. السلام عليكم وحياكم الله في توايلايت بار لاونج، محل ما نبغى نغير فكركم عن المشروبات. بالنسبه لتواليت بار لاونج، عباره عن بار لاونج غربي من ناحيه الجو العام، الاغاني والمشروبات اللي بنقدمها. من المشروبات اللي بنقدمها عندنا 5 انواع نبيذ حلال، منه نوعين احمر ونوعين ابيض وواحد روزي. طبعا الفرق بين الاحمرين وبين الابيضين انه العنب، انه واحد عنبه من فرنسا وواحد عنبه من ايطاليا، ونفس الشيء في الابيضين. الروزي عباره عن خلطه بين العنب الابيض مع العنب الاحمر. دحين نبغى نذوقكم الروزي. ثاني اكثر نبيذ ماشي عندنا، طبعا الروزي يقدم بارد عكس الاحمر اللي يقدم على درجه حراره الغرفه. دحين نجرب هنا النبيذ الاحمر الفرنسي، في نسبه بسيطه من السكر. طبعا بالنسبه للبيره، ما ينفع نكون بار محترم بدون ما يكون عندنا بيره درافت. فعندنا البيره الالمانيه، الناس اللي ما يحبوا البيره ساده طبعا احنا نقدر نضيف لهم عليها نكهات. عندنا اكثر من 19 نكهه.